من جولة المينا جولف تور مرحبا مرة جديدة لكم. عم نتابع نحن وانتو أبرز مختطفات الجولة النهائية من عمان ببطولة مينا جولف تور تشامبيونشيب. مسقط هيلز أند كونتري كلاب هو أول نادي لجولة بتضم 18 حفرة مملوءة بالخضار بعمان. استضافت جولة المينا جولف العام الماضي وكانت لأول مرة، أما بالعام 2016 تم إنشاء كل التجهيزات لتكون أكبر جولة نهائية لهذا الموسم بالشرق الأوسط. This is the second year running and it's a bigger privilege having the Mina Golf Tour Championship here. It's obviously doing a lot for our club, promoting Oman golf in general, so it's really, like I said, it's really good for us having tours like this around. دورة بطولة 18 حفرة بتمتد على مساحة حوالي 7000 يارد، صممت من قبل بول توماس وديفيد توماس وبتتباهى بمناظر جبال حجار الجميلة. كانت الإدارة حريصة على اللمسات النهائية كونها كانت طريق المينا إلى بالجولة الأخيرة، وهدفت لجعل تجربة ما بتنتسى للجميع. Once we found out that we hosting the championship, we tightened a few holes because there is some holes that was a bit wide, we thought, in general. So we tightened them. At the greens especially, we did a lot of work on them. We needle tightened them a month before the tournament. We top dressed it on a regular basis, trying to get the greens to a speed that these guys are pretty much used to. It's quite a challenge always with the type of grass we have on these greens. But I think the greenkeeper staff did really well in preparations. أفضل 52 لاعب من المحترفين و8 لاعبين من الهواة تأهلوا للمواجهة الأخيرة بموسم عام 2016، وشهدت البطولات ال15 بعض التحديات الكبيرة، كما توسعت الجولة بالشرق والغرب، مما جعلها أكبر جولة حتى هذا الوقت. جمع اللاعبين أيضاً للمعركة وللحصول على جائزة $100,000، وحان الوقت للتفكير بأنه كان عام حافل بالأحداث. I think it's been awesome. I mean, with the tour growing and then with us getting world ranking points towards the middle of the year, I can speak personally and say it's been probably the most beneficial experience I've ever had in my golfing career. Getting to play in a sustained run of events with a world-class field has helped my game grow leaps and bounds. قفز ابن 16 سنة ريان توماس بطريقة نوعية وقبل بداية بطولة المينا جولف تور وبفارق ما بيمكن تعويضه بالأوردر أوف مرت للهواة. شكل المراهق الهندي المقيم بدبي تموجات سحرية بهذا الموسم بعد رفع لقب دبي غريك أوبن، واللي أثبتت بأن تكون نقطة نوعية بمسيرته حتى هذا الوقت. Obviously the Dubai Creek win was huge for me, for my confidence, for my game, to know that I can win at that level and that I could compete at other higher levels as well. So I mean, Creek for sure would be a significant moment of my career this year. على الرغم من أنه غريك هينتون كان من أول المنطلقين بالأوردر أوف ميريت للمحترفين، كان بتحدي منه بعيد عن زين سكوتلاند ولوك جوي وأندرو مارشل، وكان كل واحد منهم عم يلعب بطريقة مختلفة للسعي بإطاحة هينتون والحصول على مرتبة الشرف. مع مبلغ حوالي $5,000 بتفصل المراكز الثلاثة الأولى، ووعدت بأن تكون واحدة من أكثر التحديات الفاصلة بتاريخ جولة المينا جولف، وبتغلق الصفقة مع فوز واحد من الأربعة. أما المتصدر هينتون اللي كان لاعب الموسم واللي ربح جولتين، كان أيضاً بخمس جولات من اللاعبين العشرة الأفضل. Couple of things really. I spent a lot of time with my coach on my wedge play. That's definitely improved. Also my putting. It's been a lot better this year, but also sort of management on the golf course. I've managed myself better as well during the golf course, during the rounds, and I think that's been the key really. It's been a good season so far, very consistent, a lot of top tens, a couple of wins in there as well. It's definitely a step up from last year, and I'd like to finish on a high. كان هينتون بتميز بالجولة الافتتاحية وسجل 3 تحت المعدل ب69 وترك الطابة تمرح.
نتيجة 4 تحت المعدل ب 68 للاعب بول دورتي ساعدته بأنه يكون من صف المتنافسين. أما اللاعب ماكس ويليامز سجل النتيجة نفسها وكان أيضا بالتحدي. بقى اللاعب دانيال أوين بالصدارة بالجولة الافتتاحية مع 5 تحت المعدل ب 67. زادت النتيجة لفيصل السرجيني بالجولة الثانية 3 تحت المعدل ب 69 للمغربي اللي عم يتطلع لإنهاء هيدا الموسم بعلامة فارقة. رابح جولة صحارى كويت تشامبيونشيب جوهيرتي سدد 4 بيردي وإيجل وفتح الطريق ليكون من بين المتصدرين. أما تايلر هوغرتي اللي حصل على لقب متصدر الكلاب هاوس مع نتيجة 5 تحت المعدل ب 67. ماكس ويليامز احتل الصدارة بنتيجة 8 تحت المعدل وثلاث لاعبين كانوا بالمركز الثاني بنتيجة 7 تحت المعدل. تايلر هوغرتي وماكس ويليامز عم يتطلعوا ليكونوا رابحين هيدي البطولة. فاصل اعلاني صغير ومنعود بالتفاصيل، خليكن معنا. مرحبا من جديد، رجعنا نحن وانتو لنتابع ابرز مختطفات الجزء الثاني من الجولة النهائية للمينا جولف تور بمسقط. بالجولة النهائية كان اللاعب جوردان غارنش سريع وسدد بيردي على الحفرة الأولى وكسر حواجز الصدارة ونتيجة 7 تحت المعدل. اللاعب الإسباني سيكستو كازابونا نافارو كان ببداية مبهرة وبيردي على الحفرة الثانية زادت النتيجة نقطة لخمسة تحت المعدل. متصدر الجولة الأولى دانيال أوين كان ببداية ما بتنتسى مع دبل بوغي على الحفرة الأولى كسرت أماله ونزلت النتيجة 5 تحت المعدل. الجنوب الأفريقي تايلر هوغرتي استعاد نشاطه بعد البوغي على الحفرة الأولى، أما على الحفرة الثانية سدد إيجل وصنع عاصفة لصدارة من جديد. المتصدر باليوم السابق ماكس ويليامز سدد بوغي على الحفرة الثانية ونزلت نتيجة الإنجليزي نقطة للسبعة تحت المعدل. فرصة إيجل على الحفرة 4 كانت للاعب جوهيرتي ما نجحت وانتهت ببيردي لابن ال 25 سنة وطلعت النتيجة لثمانية تحت المعدل. فرصة إيجل خيالية كانت لتايلر هوغرتي على الحفرة 4 بس البيردي كانت كافية ليعود للصدارة بنتيجة 9 تحت المعدل. يوم تعيس كان للاعب ويليامز ودبل بوغي على الحفرة 9 نزلت النتيجة لخمسة تحت المعدل. مرة تانية على الحفرة 7 أوين البوغي بتكون من نصيبه وبتنزل النتيجة لأربعة تحت المعدل. هوغرتي زاد المرح على الحفرة 6 وعزز النتيجة لعشرة تحت المعدل بعد بيردي رائعة. نظرة سريعة على جدول بعض اللاعبين من المينا جولف تور تشامبيونشيب. تايلر هوغرتي استعاد النشاط واحتل الصدارة بنتيجة 10 تحت المعدل ونتيجة 66 للاعب ستيوارت أرتشيبيلد اللي عم يعطي الضغط ليكون بجانب هوغرتي. أما هلأ اخترنا اللاعب مع المتصدر تايلر هوغرتي. أما هلأ بنبقى مع اللاعب تايلر هوغرتي على الحفرة 7 وشوطة 168 يارد بار 3 والمتصدر بنتيجة 10 تحت المعدل. واللاعب الجنوب الأفريقي تايلر هوغرتي وشوطة رائعة وقريبة جدا عن الحفرة وبيردي جدا سهلة. جوهيرتي من جديد الحفرة 8 والشوطة الثاني بار 4 المتصدر بالمركز الثاني وشوطة كمان رائعة جدا وتحدي كتير كبير بين اللاعبين. تايلر هوغرتي من جديد الحفرة 7 وشوطة البيردي بحاجة انها تدخل هيدي الطابة ليعزز الصدارة. سهلة وقريبة بتدخل وبتطلع النتيجة نقطة لتصير
11 تحت المعدل وبيكون متصدر بأربع شوطات. تجوهرتي من جديد لحفرة 8 وشوطة البردي، بحاجة أنا تدخل هيدي الطابة بس ما دخلت، كانت كتير قريبة. بار سهل اللي بيحافظ على النتيجة ويبقى بسبعة تحت المعدل. أما هلأ بنبقى مع اللاعب ماكس ويليامز الحفرة 7 وشوطة البردي، بردي أيضا سهلة وقريبة. أوه ما بتدخل، حرام كانت كتير قريبة. شوطة بار بتدخل وبتبقى النتيجة كما هي 5 تحت المعدل. جوردان غارنج الحفرة 11 والشوطة الرابعة، أوه بتروح لجهة اليمين ورائعة جدا، كتير حلوة، شوطة كتير حلوة، أعطاها بكل تركيزه. جوهرتي من جديد الحفرة 9 والشوطة الثالثة بار 4، حلوة رائعة جدا، كل اللاعبين عم يعطوا كل تركيزهم. رابح جديد رح يكون تايلر هوغرتي المتصدر بنتيجة 11 تحت المعدل والحفرة 8 والشوطة الثالثة. لازم ما يعمل ولا أي غلطة وبتعطيه بيردي كتير سهلة. جوردان غارنيت شوطة البار بوت على الحفرة 11، لازم تدخل، تدخل وبتبقى النتيجة كما هي 7 تحت المعدل وبيبقى بالمركز الثاني وبيكون بفارق 4 شوطات عن الصدارة. ماكس ويليامز الحفرة 8 وشوطة البيردي، بيردي سهلة حلوة جدا بتدخل، رائع على ماكس ويليامز، بتطلع النتيجة نقطة لتصير 6 تحت المعدل وبيكون بفارق 5 شوطات عن تايلر هوغرتي. جوهرتي من جديد الحفرة 9 وشوطة البار، لازم تدخل كمان، رائعة بتدخل وبتبقى النتيجة كما هي 7 تحت المعدل وبيكون بفارق 4 شوطات عن تايلر هوغرتي. هوغرتي من جديد الحفرة 8 وشوطة البار، لازم يعطي كل تركيزه لتدخل. بار سهل وقريب، وين التركيز؟ كمان ما بتدخل مع انها كانت كتير سهلة وقريبة. بيحصل على شوطة بوغي وهي الأول بوغي لهذا اليوم اللي بتنزل النتيجة نقطة لتصير 10 تحت المعدل وبيبقى هوغرتي جنوب الأفريقي بالصدارة. المغربي فيصل السرقيني الحفرة 12 والشوطة الثانية بار 3، رائعة جدا، بيحصل على بيرد كتير سهلة وقريبة من الحفرة. هوغرتي من جديد المتصدر على الحفرة 9 بالشوطة الثانية والبار 4، لازم يعطي شوطة حلوة وضربة حلوة لنتيجة بيردي سهلة، بحاجة إلى تدخل، بيردي سهلة إنما منا كتير قريبة. هيرتي من جديد الحفرة 11 وشوطة البيردي، بحاجة إنها تدخل هيدي الطابة مع إنها شوي طويلة. أوه كانت كتير قريبة وسهلة. هوغرتي من جديد الحفرة 9 وشوطة البيردي، بحاجة إنه يعزز الصدارة بهيدي الشوطة. أوه بتروح لجهة الشمال، ما بتدخل وشوطة بار سهلة. غارنتش من جديد الحفرة 12 وشوطة البيردي، منا كتير قريبة إنما لازم يعطي كل تركيزه. أوه ما بتدخل، كانت كتير قريبة، راحت لجهة الشمال. شوطة بار، شوطة بار قريبة. تايلر هوغرتي من جديد المتصدر وشوطة البار على الحفرة 9 بار سهل، بتدخل وبتبقى النتيجة كما هي 10 تحت المعدل. بعد اللعب بالجزء الثاني تايلر هوغرتي تمكن انه يبقى بالصدارة بنتيجة 10 تحت المعدل. بير بارت احتل المركز الثاني بنتيجة 9 تحت المعدل. لوك جوي بالمركز الثالث بنتيجة 8 تحت المعدل. وثلاث لاعبين بالمركز الرابع بنتيجة 7 تحت المعدل. اجواء حماسية ورابح جديد منتبعها بعد البريك، خليكن معنا.
رجعنا نحن وانتو لنتابع ابرز مختطفات الجزء الثالث من المينا جولف تور تشامبيونشيب مسقط. تسديد رائع كان للاعبة جوي على الحفرة 16، اعطته بيردي سهلة وطلعت النتيجة لعشرة تحت المعدل. فشلت جو هيراتي من تسديد بار على الحفرة 12 وانتهت الشوطة ببوغي ونزلت النتيجة لستة تحت المعدل. غارنيتش وفرصة ايجل على الحفرة 13 انتهت ببيردي وقلص فارق الصدارة ونتيجة 8 تحت المعدل. الاسباني سيكسو كازابونا نافارو خسر اماله على الحفرة الاخيرة بعد فشل اول بوغي وتسديد دوبل بوغي وكانت النتيجة 5 تحت المعدل. استرجع غارنيتش النشاط على الحفرة 16 وبيردي جديد زادت اماله بالجولة. سدد المتصدر هوغارتي شوطة على الحفرة 15، الحفرة اللي فشل عدد من اللاعبين من التسديد عليها، وقدر بخبرته انه يسدد بيردي ويعزز الصدارة ل 11 تحت المعدل. كمل جوي بجو التحدي وخسر فرصة البيردي على الحفرة الأخيرة 18 وانتهت ببار مما حافظ على نتيجة 10 تحت المعدل. المينا جولف تور تشامبيونشيب تايلور هوغارتي كان بجولة أكثر من رائعة ونتيجة 11 تحت المعدل وبقي بالصدارة. لوك جوي احتل المركز الثاني ونتيجة 10 تحت المعدل، أما بير بارث كان بالمركز الثالث بنتيجة أكثر من رائعة 9 تحت المعدل. تحدي كبير بين الثلاث لاعبين وأجواء حماسية من تبعها مع اللاعب تايلور هوغارتي على الحفرة 16. الشوط الثالث والبار 5 وشوطة رائعة جدا تعطيه بيردي كتير سهلة. جوردان غارنيتش الحفرة الأخيرة 18 والشوطة الثانية بار 4 أيضا شوطة طويلة وبتوقف الطابة بعيدة جدا عن الخضار. هوغارتي من جديد الحفرة 16 وشوطة البيردي بحاجة لهيدي الطابة لتدخل ويعزز النتيجة. تدخل الطابة وبتطلع النتيجة نقطة لتصير 12 تحت المعدل وبيكون متصدر بفرق شوطين. جوردان غارنيتش من جديد الحفرة 18 الأخيرة والشوطة الثالثة من خارج الخضار وبتعطيه بار كتير سهل. هوغارتي من جديد المتصدر على الحفرة 17 الشوطة الثانية بار 4 وشوطة طويلة وبتوقف الطابة كتير بعيدة عن الحفرة وأيضا على الخضار. جوردان غارنيتش شوطة البار بوت على الحفرة 18 بعد ما بيردي ما دخلت تدخل وبتبقى النتيجة كما هي 8 تحت المعدل 8 تحت المعدل بعد ما يكون أنهى جولات 69 69 والسبعين. تايلور هوغارتي من جديد الحفرة 17 المتصدر بنتيجة 12 تحت المعدل الشوطة الثالثة جوهرتي من جديد الحفرة 18 الحفرة الأخيرة والشوطة الثانية بار 4 طابة كتير ذكية وحلوة بتوقف قريبة وبتعطيه بار كتير سهل. تايلور هوغارتي من جديد الحفرة 17 وشوطة البار بوت بار سهل وقريبة بيدخل وبتبقى النتيجة كما هي 12 تحت المعدل وبيكون بعده المتصدر. جو هيراتي الحفرة 18 وشوطة البيردي بتدخل وبتطلع النتيجة نقطة لتصير 6 تحت المعدل بعد ما يكون انهى جولات 69 68 وال 73. تايلور هوغارتي الحفرة 18 الحفرة الأخيرة والشوطة الثانية المتصدر بنتيجة 12 تحت المعدل.
وشوطة بعيدة كتير عن الحفرة. هوغارتي من جديد حفرة 18 والشوطة الثالثة. وبار سهل وكتير قريب. ماكس ويليامز الحفرة الأخيرة 18 وشوطة البيردي. لازم تدخل. رائعة جدا بتدخل وبتطلع النتيجة نقطة لتصير 5 تحت المعدل. وبيكون أنهى جولات 68 68 وال 75 لهيدي الجولة. هوغارتي من جديد الحفرة 18 وشوطة البار. بتدخل وبتبقى النتيجة كما هي 12 تحت المعدل. وبيبقى بالصدارة بعد ما يكون أنهى جولات 70 67 67. بالجولة النهائية من مسقط من جولة المينا جولف تور تشامبيونشيب، تايلر هوغارتي الرابح بنتيجة 12 تحت المعدل بفرق شوطين عن لوك جوي وثلاث شوطات عن بير بارت. I'm delighted. I really am. It was a tough day, but so happy to get my first win, and I couldn't have picked a better one to do it in. A clear game plan. This course, you need to take advantage of the par fives, and that's what I did today. And the 2016 MENA Golf Tour Championship winner with scores of 70, 67, 67 for a total of 204, 12 under par. From South Africa, Tyler Hogarty. And the Sheikh Maktoum Foundation Award Professional Order of Merit Champion from Morocco, Ahmed Marjan. And now to the Amateur Order of Merit champion receiving an invitation to the 2017 Amiga Dubai Desert Classic from India, Rehan Thomas. And the 2016 MENA Golf Tour Order of Merit champion receiving an invitation to the 2017 Amiga Dubai Desert Classic from England, Craig Hinton. I've been a lot better part of this week, over the year. Drove the ball great and just managed my game a lot better. It's been very consistent, a lot of top tens, and a shame about this week's results, but luckily got over the line. ألف مبروك للاعب تايلر هوغارتي رابح المينا جولف تور تشامبيونشيب بمسقط، وغريغ هينتون رابح الأوردر أوف ميريت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.